السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنتي الفاضلة الكريمة سارة، أبارك لك هذا النجاح والتخرج بشهادة البكالوريوس. واعلمي ابنتي أنه لا يمتطل المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر. ومن أراد العلا عفوا بلا تعب، قضى ولم يقض من إدراكها وطرا. وإذا علمت بحصولك على شهادة البكالوريوس بتفوق، فإني أزف لك أخلص التهاني وإلى والديك، وأسأل الله أن يحفظك ويتم لك حفظ القرآن الكريم كاملا. وهذه باقة الورود مهداة لك من زوجتي أم مريم، ومبارك لك هذا النجاح، وأنت تستحقي ذلك لأنك مجتهدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه. مبارك النجاح والتخرج غاليتنا سارة، أسأل الله أن يكون فاتحة خير لما هو آت. وبهذه المناسبة الجميلة، وإن عجزنا فيها عن تقديم هدية تناسب مكانتك في قلوبنا، إلا أننا لا نبخل عليك بالكلمة الطيبة لنعبر لك بها عن سعادتنا بسعادتك. وها أنت تقطفين ثمار توكلك على الله واجتهادك وتعبك، وبقيت أمنية واحدة تسكن أعماق قلبي، وهي تلك اللحظة التي نختم فيها كتاب ربنا معا. فأسأل الله أن يديم عليك الأفراح، وأن يرزقنا حفظ كتابه، وأن يديم صحبتنا على ما يحب ويرضى. محبتنا الكبيرة لك مع اعتزازنا واحترامنا. سارة الحنونة، مبارك يا غالية النجاح والتفوق، فهذا ثمار تعبك وجهدك، كلل الله تعبك بالنجاح والتوفيق. أسأل الله العظيم أن يرزقك حفظ كتابه الكريم حفظا وتدبرا وعملا. وفقك الله يا غاليتي في حياتك، ورزقك سعادة الدارين. وأخيرا تخرجت وللقرآن تفرغت، وها هي ثمارها قد أزهرت وقطفت ثمرتها، وها هو غرسها قد نما ونضج وزرعت فحصدت. بالعلم تسمو وترتقي الأمم، وتخرجت غاليتي وحبيبة قلبي، باسمي وباسم أستاذي دريد إبراهيم الموصلي وزوجته الكريمة أم مريم، نتقدم بالتهنئة القلبية لصديقتي وأختي سارة خليل المحمدي بمناسبة تخرجها من الجامعة. نتمنى لها دوام التفوق والنجاح، وأن يرزقها الله حفظ كتابه ويرفع قدرها في الدنيا والآخرة. أحلى يوم، يوم فيه السعادة غامرة، وبديار صديقتي عامرة، بمناسبة تخرجها من الجامعة. أحلى شعور، شعور البلاغ، شعور الوصول والإنجاز، ومجيء اليوم المنتظر، يرتوي القلب حبا وفرحا. صديقتي الغالية، تخرجت ونلت الحلم، أهنئك بنجاحك. مبارك التخرج يا سارة الغالية، وأسأل الله تعالى أن يزيدك علما وعملا وتوفيقا.